السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أدب العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. آسف جدا على التأخير اللي حصل وعدم تواجدي الفترة اللي فاتت لعطل داخل القناة، ولكن بإذن الله سواء اشتغلت أو ما اشتغلتش احنا موجودين، وطالما احنا موجودين بإذن الله إذا موجود كل جديد. أنا حابب بس النهاردة نتكلم على موضوع كنت اتكلمت عنه من فترة، من حوالي عن شهر، وكان اسم الموضوع احمي من حوالي عن شهر احمي كباس التلاجة والمواتير الخاصة بالمطاحن بمقاومة بتركب على مكثف التقويم. الموضوع في بعض الفنيين اتصلت معايا وقالت لي طبعا الكلام ده مش موجود، طبعا دي مش موجوده، لان بنجيب مكثف التقويم الجديد ما فيهوش الحاجات ديت. انا من الوهله الاولى طبعا المقاومات دي موجوده، ولكن انا مش هتكلم على بعض الشركات بعينها او حاجات معينه، ولكن لازم يكون المقاومه دي موجوده في داخل اي مكثف تقويم بتشتري جديد. لو مش موجود حاول انت تركبه. المقاومة دي بتبقى من 5 ل 10 ل 15 ل 20 ل 27 حسب المقدار بتاع التلاجة او الماتور الخاص بالمطاحن او المدشات والحاجات ديت، لازم يكون المقاومة دي موجودة. لو نطلع نجيب مكثف تقويم جديد ما بنلاقيش فيه المقاومة، انا جبت معايا المكثف عشان ابين لكم اللي دي موجود، وده خاص بكباس كومباتيك صيني. الموديل بتاعه هيبقى قدامكم وشايفينه، لو هيبان هنا ماشي، مش هيبان ممكن امل لكم الموديل بتاعه QD91H. لو احنا فكينا الغطا هنلاقي المقاومة متركبة والشركة منزلاها عشان خاطر تحمي رالي الخاص بالكباس. الرالي الخاص بالكباس لما يجي الكباس يشتغل طبعا المكثف يدوبك بيقوم الكباس وبيفصل، وبيفضل المكثف مخزن شحنة داخلية فيه. لو المقاومة دي مش موجودة ومش متركبة مع المكثف، لما يجي الكباس يفصل ويجي الابلاتين يلزق تاني هيحصل عملية، مرة بعد مرة هيفرغ الشحنة بتاعته في الابلاتين، مرة بعد مرة الابلاتين الداخلي هيكربن، مرة بعد مرة هيجي الكباس يقوم مش ملقق كويس، هيبدأ الكباس معانا يزن وما يديش معانا القومة بتاعته، ويبدأ يفصل اوفرلود حماية. لو لقط او ملقطش ممكن مع استمرار الموضوع ده ممكن الكباس معانا يولع او يحصل له اي حاجة تانية لا قدر الله، ويبقى بسبب مقاومة بسيطة ممكن ما تكلفش عليه جنيه او 2 جنيه او 5 جنيه، انت بوظت كباس ممكن يكلف على العميل الوفات مؤلفة. بالنسبة لي انا بشتغل كباس جديد وبركب زي ما الشركة المصممة حطاه. في بعض الفنيين مش متخيلة القيمة الخاصة بالمقاومة ديت، الحماية بتاعتها بتعمل ايه بالظبط داخل الدية الكهربائية او بتحافظ على ايه. طبعا رواليه الطيار طبعا اتكلمنا عنه كتير، هو بيتكون من ابلاتين داخلي وقطب حديدي وملفات نحاس، عشان ده شغال على الطيار او شغال على الامبير، لما الامبير هيزيد في اول تشغيله هيلقط القطب المغناطيسي من جوه، النحاس ده هيتحول لمجال مغناطيسي هيلقط القطب الحديد من جوه هيوصل مع الابلاتين. اول امبير بتاعه ما ينزل هيبدا ينزل تاني، هيبدا يفصل ملفات التقويم على ملفات التشغيل وتبدا الدير معانا تشتغل مظبوط، في حيث لما الكباس يفصل ويجي يشتغل تاني هيحصل فيه تهريب في الشحنه الموجوده هنا، هيبدأ توصل مع الابلاتين مرة بعد مرة، هتوصل مع الابلاتين هيحصل عملية كربنة، الابلاتين مش هيشتغل مش هيلقط، فلا قدر الله ممكن يحصل ان الكباس يولع ويبوظ. اتكلمنا عنها واتكلمنا عن اهميتها. طبعا الفكرة العامة للشغل هي حاجات بسيطة محتاجة شوية تركيز. في ممكن واحد يقول لي اول مرة نشوف المقاومة ديت، انا هوريها لك ايضا في مطور مية امريكي اصلي جاي ايضا موجود فيه المقاومة. هنتكلم مع بعضنا بالشكل العام، هنشوف الحاجات ديت بعينينا عشان بعد كده نبقى احنا مستوعبين
الشركات المصممه لما حطت مقاومه هنا حطها لايه؟ عشان ايه؟ مش زياده فلوس ولكن كزياده الحمايه الخاصه بالابلاتينات اللي هتشتغل والحاجات دي. في بعض اخواننا اللي شغالين في لف المواتير فاهمين كلامي كويس ويعرفين انا اقصد ايه كويس، لان هم بيلاحظوها مع الابلاتين او مع المفتاح الطرد المركزي ايه اللي بيحصل فيه، وكل اسبوع او كل شهر لازم يروح يصنفر مفتاح الطرد المركزي عشان خاطر الابلاتين يلقط كويس. هنشوف القطعه ديت ايضا في موتور ميه امريكي سمنان جاي من السعوديه، ودي اصل كمان ايضا قطعه خاصه بكباس كومباتيك يا جماعه، صيني وليس امريكي ولا حاجه عشان خاطر الفنيين تكون مستوعبه الامر كله. هات لي موتور ميه ده كده. ده موتور ميه سمنان عشان الاخواننا الفنيين بس يشوفوه. ده موتور ميه سمنان جاي من السعوديه شغال على مفتاح طرد مركزي. ده المفتاح الطرد المركزي بتاعه. ده المكثف الخاص بيه. المكثف الخاص بيه قدامكم بياناته معلوماته كلها قدامكم اهيت، عشان نبص عليها كويس عشان نكون مستوعبين. من 124 ميكرو فراد الى 149 ميكرو فراد شغال 110 فولت اي سي. دي بياناته المعلومات اللي عليه عشان خاطر اخوانا الفنانين يشوفوه. لو جينا بصينا عليه كويس هنا المقاومه بتاعته ايه، ومتركبه من الشركه، مفيش حد مركبه ولا حاجه، جايه من الشركه بتاعته متركبه ومظبوطه مفيهاش اي حاجه. حطوا المقاومه ديت عشان خاطر قلت لكم كل قومه وكل فصله داخل المفتاح الطرد المركزي هيحصل فيه شراره فهتاثر على الابلاتين ده اهو في الفصل والتشغيل، هيسود الابلاتين وبعد كده مش هيكون موصل جيد. الابلاتين ده طبعا عليه سواد عشان خاطر ممكن فني يشوفه، لان المسمار ده اتكسر بتاع المفتاح الطرد المركزي وفضل ملمس كتير، فلازم يحصل عملية شورت والسواد هنا. ولكن انا دلوقتي مكالمتي على المقاومة الخاصة اللي تبقى متركبة على مكثف التقويم. لو جينا لاحظنا ده الخاص بموتور بالكباس الخاص بالتلاجة، ده مقاومته اللي راكبة عليه جاية من الشركة متركبة، محدش مركبه يعني. ده معلوماته 64 ميكرو فراد 330 فولت اي سي. ده ارالي الخاص بالكباس، ده معلومات الكباس عشان بعضك الفنانين تكون مستوعباها. كي كيو دي 91 اتش. لما اتكلمنا على المقاومه ديت يا جماعه مهمه جدا جدا. طب ممكن فني يقول لي يا باشمهندس انا ساعات بجيب مكثفات تقويم ما فيهاش مقاومات من ديت، نعمل ايه؟ ركب لها مقاومه، ركب لها مقاومة مش هتخسر حاجة، مش هتكلف كتير، جنيه 2 جنيه 3 جنيه بس، هتحمي بضاعة كتيرة جدا جدا. قدامكم الوضع، يعني أنا حبيت إن أنا أنزل الوضع بالوضع اللي إحنا شايفينه بالصور المباشرة بتاعتها، بتختلف قيمتها طبعا 5 10 15 20 30 مش مختلفة. أهم حاجة عشان ما يحصلش عندي في القومة والفصل يحصل عندي شرس ويحصل عندي بوظان في الابلاتينات بتاعتي الخاصه، سواء في مواتير الميه، سواء في الكباسات الخاصه بالثلاجات اللي شغاله على رالي طيار، او حتى اللي شغاله على البي تي سي او رالي الكتروني، عشان ما يحصلش عندي شرارة بعدك تاثر على رالي فيما بعد وتبوظه. يا جماعه الحمايه بسيطه جدا جدا جدا، مش مكلفه كتير. حبيت اصور له اجيب لكم الصوره على الوضع بتاعها بوضع الشركات. ده امريكي وده صيني، الاثنين شركات محترمه جدا مدام بتدي الحمايه بتاعتها، بتحافظ الحمايه بتاعه الكباس او بتاع الموتور بتاعها، مفيش عندي اختلاف سواء الشركه، مدام الشركه حطت قيمه المقاومه وحطت وضع المقاومه في المكثف، اذا الشركه ديت بتفكر صح، خلاف الشركات التانيه اللي ما بتحطش اي حاجه خالص ومش هاممها الا البيزنس بس. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم ولد ابو العينين من قناه مختصون في التبادل المنزلي، واتمنى ان تكون الصوره واضحه لكم اوضح وازيد، وتمنياتي لكم ولي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.